من أكتر المعتقدات اللي بترفع مستوى رقي أفعال الإنسان هي عقيدته إنه ماشي وسايب الدنيا، أو إن اللي حواليه هم برضو ماشيين وسايبين الدنيا. هذه العقيدة، عقيدة الفناء، بتخلي في حاجات تغلى عند الإنسان وحاجات تانية ترخص، ويتعلق بحاجات وحاجات تانية يقدر يتخلى عنها. تخيل لو في إنسان في معاملته الأقرب الناس لي وصلت له معلومة إن حد منهم هترتقي روحه للرحمن الرحيم وهيفارق الدنيا، متخيل مقدار جمال وسكينة وكمية الحب اللي هتبقى في اللقاء ما بينهم؟ عشان كده كان في نصيحة للدكتور ريتشارد كارلسون في كتاب لا تهتم بصغائر الأمور مع أسرتك، كتاب ده مفيد جدا، بيقول عامل من حولك وكأنك آخر مرة ستراهم. والنصيحة دي كانت في سياق إزاي تقدر تقوي العلاقة وتستثمر فيها وتحييها تاني مرة. ومن أصعب مشاعر الندم لما يلجأ ليك إنسان والحياة تشغلك عنه، وقبل ما تتقابله وتجبر بخاطره يجي لك خبر إنه راح عند ربنا. والأصعب هي لحظة ترك الإنسان للدنيا وهو يتمنى يرجع نص ساعة عشان يرجع حق مادي أو معنوي لشخص كان لسه معاه امبارح لكنه تهاون في إرجاع حقه ليه. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما تسأل أي الصدقة أعظم، قال أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا. ما تسيبش الحقوق المادية أو المعنوية لغاية وخلاص الروح بتطلع تقول ده أنا كان نفسي أكرم الناس دي. استحضر معايا الحالة دي، إن أنت بتقابل الناس وكأنك آخر مرة هتقابلهم، وتعال نقابل بيها على الأقل المقربين، الناس اللي ليها حق تشبع منك، صاحبك الأنتيم، أختك، أمك، أبوك، جوزك، عيالك، ناس ليها حق إنها تشبع مننا. تعالوا نتمرن وإحنا معاهم كأن آخر مرة هنشوفهم، مش بالمعنى الكئيب بتاع الموت، بالمعنى الجميل بتاع العطاء. ثلاث حاجات تتعمل يبقى أنت بتوفي القريب منك حقه في اللقاء ده. رقم واحد التغافل. تعالوا وإحنا قاعدين مع بعض بالذات مع المقربين بلاش ندقق في الكلام، وخليك في المعاني اللي ورا الكلام، واحمل الكلام واستقبله على أحسن معنى طالع من اللي قدامك. ده كان حال الصالحين، ما كانوش بيتقابلوا ويقفشوا على بعض بسبب وجهة نظر ولا كلمة غير مقصودة. الحسن البصري الإمام الكبير يقول ما زال التغافل من فعل الكرام، وكان يقول ما استقصى كريم قط. استقصى يعني مش بيزنقه، بتقصد إيه ويزنقه في الكلام كده؟ ده مش فعل الكرماء. الشافعي يقول لك الكيس العاقل هو الفطن المتغافل، هو فاهم كل حاجة لكن بيتغافل. وكان الإمام ابن الأثير يقول كان صلاح الدين الأيوبي عظيم، كان صلاح الدين الأيوبي صبورا على ما يكره، كثير التغافل عن ذنوب أصحابه، يسمع من أحدهم ما يكره ولا يعلمه بذلك ولا يتغير عليه. كان إنسان ساكن جميل بيدي خيره للمقربين اللي حواليه والبعيد كمان. يبقى أول حاجة التغافل. تاني حاجة الحضور الكامل. من حقوق حبايبنا علينا إن هم يشبعوا مننا وإحنا قاعدين معاهم، مش نبقى قاعدين وإحنا عقلنا في حتة تانية. وإنت لو دخلت أي مطعم هتعرف الفرق ما بين الحبيبة والمتجوزين. حبيبة قاعدين بيأكلوا هم بصين لبعض، والمتجوزين اللي تعودوا خلاص على بعض عمالين بيأكلوا مش مركزين مع بعض. سيدنا النبي ما كانش كده. سيدة عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يضجع في حجر يقرأ القرآن. إيه القعدة الجميلة دي؟ وكنا إذا جاء علينا الليل سار معي نتحدث، فالنبي كان بيبقى موجود عليه الصلاة والسلام. فبعد التغافل إنك أنت تبقى موجود بكليتك مع حبايبك. آخر حاجة عشان نبقى وفينا حبايبنا حقهم ونقابلهم كأننا آخر مرة هنشوفهم، وده يبقى فيه إحياء للعلاقة، إرجاع الحقوق. في حقوق معنوية ومادية متأخرة عندنا الواحد بيتدلع أن يرجعها، حقوق في الاحترام والإكرام والحنية، وفي حقوق مادية كمان. وبلاش الواحد يفضل مأخر حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يا ما اتفقنا ما نسيبش بعض وإحنا نزعلانين من بعض، يا ما قلت أمي مش شبعانة مني عايزة أزورها، ما تأخرش الحاجات دي، رجع الحقوق دي لأصحابها. تعالوا نرجع المعاني دي قبل ما حد مننا يسيب الدنيا والتاني يكمل حياته وقلبه مليان ندم. تعالوا نقابل بعض كأننا آخر مرة هنشوف بعض، وشوف قد ايه تبقى اللقاءات دي جميلة، وقد ايه في بيننا وبين بعض ود متبادل. فاللهم احفظ لنا أحبابنا، واجبر خاطرهم بأن يروا الحنان منا،
ولا تتوفانا إلا وأنت راض عنهم وعنا.